معروف في الشتاء ان بشرتنا بتجف جدا، دايما بنكون محتاجين ليها ترطيب عالي قوي، لكن في الصيف بشرتنا تجف. جديده دي معاكم اريج قاسم فيشن سكين كير ثيرابيست، والنهارده هكلمكم عن ليه محتاجين نرطب بشرتنا برضو في الصيف. معروف ان بشرتنا بتجف جدا في الشتاء بسبب درجه الحراره اللي بتكون قليله جدا، فبنحتاج ان احنا نعوض الجفاف ده بمرطبات تقيله عشان تعوض الجفاف ده. كمان في الصيف بشرتنا بتجف قوي، بنحتاج ان احنا نرطبها. ده بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع درجه الحراره، وده بيسبب ارتفاع نسبة تبخر المية من بشرتنا، فبيحصل ليها جفاف. تابعوا الحلقة عشان تعرفوا الروتين المناسب لبشرتكم في الصيف اللي هيعوض الجفاف اللي حصل لها. هكلمكم عن روتين بسيط مكون من 3 خطوات بس عشان يضمن لكم ترطيب عميق لبشرتكم في فصل الصيف. اول حاجة هكلمكم عن المايسلد ووتر، تاني حاجة ودي الحاجة المقربة الى قلبي وهي سيرم الهاليرونيك اسيد، وتالت حاجة وهي الاخيرة النايت ماسك. اول حاجه هكلمكم عنها المايسلر ووتر، بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ بنشيل بيها كل الميك اب حتى الووتر بروف ميك اب، يعني ميك اب العيون وكمان ميك اب الشفايف. كمان نقدر ان احنا ننضف بيها بشرتنا في اخر اليوم. كمان فيها هيالورونيك اسيد وفيها فيتامين بي 3، يعني نقدر نسيبها على بشرتنا عشان تستفيد بكل المكونات دي. استخدم المايسلر ووتر بكوتون باد. دلوقتي ببدا ان انا احط المايسلر ووتر على الكوتون باد وابدا ان انا امررها على بشرتي بشكل لطيف من تحت لفوق او من جوه لبره عشان اريموف كل الميك اب. بقدر كمان ان انا اشيل كل الميك اب الووتر بروف زي ما قلت لكم، بقدر اشيل ميك اب الشفايف وكمان ميك اب العيون. بعد ما شلت الميك اب زي ما انتم شايفين شكل بشرتي مترطب وكمان نظيف. تاني حاجه هكلمكم عنها وهي الهيالورونيك اسيد سيرم. الهيالورونيك اسيد سيرم من احلى واحسن الحاجات اللي ممكن تستخدموها لبشرتكم. الهيالورونيك اسيد بيجذب الرطوبه على بشرتكم، وده بيخلي شكلها مترطب اكتر، يكون شكلها مليان، كمان بتكون مشدوده ومرنه. كمان السيرم فيه نسبه عاليه جدا من الهيالورونيك اسيد، فيه نسبه 3.5%. النسبه دي كبيره جدا، بتضمن لكم ترطيب عميق لبشرتكم، وكمان بتضمن لكم تعويض عن الجفاف اللي بيحصل في الصيف. بستخدمها ازاي؟ بستخدم 2 بامس مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل على بشره منديه. بعمل له ابلاي على بشرتي بطريقه لطيفه زي ما انتم شايفين، وبعدها على طول ببدا ان انا استخدم الخطوه الثالثه وهي الاخيره، وهي الاوفر نايت هايدريتنج ماسك. ده بيعمل بلوكينج على السيرم اللي انا استخدمته، بضمن كده ان الرطوبه كلها جوه بشرتي، بشرتي قدرت تستفيد منها. استخدمه 3 مرات في الاسبوع، بنصحى بنلاقي بشرتنا مترطبه ومشدوده، شكلها احسن بكتير زي ما انتم شايفين اصلا من دلوقتي. بصوا شايفين شكل بشرتي عامل ازاي؟ بشرتي مترطبه 100%. وبكده نكون عرفنا ازاي نعوض مشكله الجفاف اللي بتحصل لنا في فصل الصيف، وكمان ازاي نرطب بشرتنا في عمر عن طريق روتين مكون من 3 خطوات بس من انيو باي ايفل. بعد ما حطيت الاوفر نايت ماسك لازم حالا انام. يلا تصبحوا على خير.